أبو فهد، أنا برجع للسؤال الأول. أسلم. عبد الله جزاء عليدة، من الجماهيرية الكبيرة والحضور الطاغي إلى شبه الغياب. نعم. هل فيه أسباب؟ هل عارضتك صواديف؟ هل فيه مؤامرات؟ المكاتب فيها تلاعب، والاستديوهات فيها تلاعب، وصلت الدرجة يمشون على بعض الاستديوهات، يسحبون اللي ينسحب ينسحب، واللي يدفع له بقشيش، واللي يطلبونه. هل فيه مكاتب يعني دفعت لها فلوس علشان يسحبون شرطتك؟ مواجه. يعني مثل ما نسمع حنا، أنا ما أقول شيء أكيد، لكن أنا سمعت الكلام هذا. كلام هذا موثوق، الكلام هذا مؤكد. يعني الآن أكثر شرطتك يا مسحوبة يا مقطعة يا مبدلة يا محذوفة البيوت؟ السحبية أكثر شيء، السحبية للأشرطة هذه أكثر شيء. يعني في ناس مرة مناطق قالوا يا فلان، حنا نعرفك أنك أخذت لك أشواط بهالمناطق دي، لكن والله أن حمنا ما لقينا شريط واحد. علشان أبو فهد، علشان نحط الأمور في نصابها. حلو. هل خلف الأمور هذه شاعر؟ والله يا ابن حلال، إن قلت فيه فيه، وإن قلت ما فيه ما فيه. يمكن خلف الكواليس. ممكن، ليش لا؟ لا يتتقى ويجب أنه يحط ستارة بينه وبين الرجال، ما حاجة.